معدل عمر الجمل 25 سنة، أما الحصان 35 سنة. بالنسبة للحمار فده عمره بيوصل ل40 سنة، والفيل بيوصل ل70 سنة، أما النسر فده عمره بيوصل ل100 سنة. والمفاجأة بقى إن السلحفة بتعيش لحد 300 سنة، يعني بتقابل جد 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 الجمل. وطبعا في ناس دلوقتي بتقول الأعمار بيد الله، أنا معاكم ما اختلفناش، بس الكلام دوت يعني أو المعلومات دي حسب الإحصائية اللي بتقوم بيها علماء الحيوان والناس يعني المختصة بدراسة الموضوع ده. ودلوقتي هقول لك بسرعة أسماء أنثى الحيوانات علشان أحكي لك قصة جنسان مختصرة. المهم يعني أنثى الأسد ودي كلكم عارفينها واسمها اللبؤة، أما أنثى النمر فدي اسمها الختعة، بالنسبة لأنثى الدب فدي اسمها الجهيزة، أما أنثى التمساح فدي اسمها الزبعرة، اسمها غريب شوية. بالنسبة لأنثى الصقر فدي اسمها الشيهانة، أنثى الفهد هي الكشماء، وأنثى الثعلب هي السعالة، أما أنثى الضبع فدي اسمها أم عامر، وأنثى الفيل هي العيسوم، آخر حاجة أنثى النسر ودي اسمها أم قشعم. ودلوقتي أحكي لك قصة جوناثان في 20 ثانية. جوناثان هو أقدم حيوان بري معروف في العالم، جه لحياته من مواليد سنة 1832 وفضل عايش لحد سنة 2019، يعني عمره حوالي 187 سنة، وأنا بصراحة معرفش إذا كان عايش لحد سنة 2022 ولا مات. المهم يعني عاش الحرب العالمية الأولى والثانية والثورة الروسية، وسبع ملوك فاتوا على عرش بريطانيا، ده غير إنه حضر 39 رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. وفي النهاية ما تنسوش توصلونا 100,000 مشترك، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة لو أنتوا لسه جداد، ورأي كل واحد فيكم بيفرق معايا جدا في التعليقات. ما تنسوش آخر حاجة تشاركوا الفيديو. سلام.